بالظبط. أكيد رح. مساء النور، مساء الخير مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة مع أختكم نادية من مدينة خريدقة. مرحبا بكم خوتي في برنامجنا دير الخير تلقاه. رمضان فرصة لا تعوض لإعانة الأسر الفقيرة والمعوزة. إذا مرحبا بكم خوتي، للاتصال 07 77 76 57 25. أعيد الرقم للاتصال وفتح النقاش 07 77 76 57 25. سيمو بني بي ام، يعني ربما بني ملال. تحياتي من بني ملال، أكيد. أهلا وسهلا خويا سيمو، تحياتي وتحية للناس بني ملال، فمرحبا بكم خوتي، كنتمنى أنكم تواصلوا معنا كذلك. مرحبا بتعاليقكم، مرحبا باتصالاتكم، لان حنايا في واحد الظرفيه اللي هي جد جد صعبه، واكيد خصنا نذكر نفسي ونذكركم ونصح نفسي ونصحكم، لان كاين بعض الناس اللي وصلت فيهم العظم. الا ما كناش حنايا غادي نتعاونوا مع بعضياتنا، ف باش غنكونوا حنايا مسلمين؟ الاسلام ديالنا والدين ديالنا كيحث على اننا نكونوا يد وحده ونتعاونوا مع بعضياتنا. رشيده من زاويه، اهلا وسهلا اختي، كدايره بخير؟ سلام اختي ناديه، نتمناك تكوني بخير. الحمد لله اختي رشيده من زاويه، الله يحفظك، نتمنى انت تكوني بخير وعلى خير. تحياتي من الحسيمه علي، اهلا وسهلا خويا، واهلا وسهلا بناس الريف وناس الحسيمه، مرحبا بكم. الفكاك مساء النور اختي ناديه، اهلا وسهلا خويا، مساء النور. عبد الوهاب السلام عليكم، السلام ورحمه الله. تحيه من سيدي حجاج مصاب يوسف الحديدي، اهلا وسهلا خويا يوسف، نتمنى تكونوا بخير. وتحيه لنا سيدي حجاج، الله يبارك فيك اختي ناديه، شكرا سيمو بن ملال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم يوسف العاطي الله، مدير مركز محاربه عنف ضد النساء، مساعده النساء المطلقه والارامل. يوسف اهلا وسهلا خويا يوسف، تحيه لك، تبارك الله عليك، برافو عليك. أكيد خصنا نوقفوا مع النساء الأرامل والمطلقات والنساء المعنفات، أكيد. فالله يوفقكم لكل ما فيه خير، لأننا كنشوفوا بزاف ديال الحالات. كنتمناوكم أنكم ديروا التدخل في بعض الحالات اللي كنكونوا كندوزوهم، ونشوفوكم واقفين معاهم، لأن فعلا بزاف ديال الناس محتاجينكم في الجنب ديالهم. نساء معنفات وأرامل ومطلقات باغيين الحق ديالهم وما عارفينش كيفاش يجيبوه، وكيكون عندهم الحق ولكن ما عارفينش كيفاش غادي يجيبوا هذاك الحق ديالهم، كيكونوا محتاجين ليكم. نتمنى انكم تحاولوا تتبعوا معنا بعض الحالات اللي كيكونوا في امس الحاجه ليكم، والتوجيه ديالكم والمسانده ديالكم والمؤازره ديالكم. رشيده من زاوي، شكرا اختي ناديه، الله يبارك فيك من كل، الله يحفظك من كل شر. شكرا اختي رشيده، كنشكرك بزاف. ناخذ اول اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كي داير اختي؟ بخير لاباس الحمد لله خويا، بارك الله فيك. اولا بغيت نشكرك على البرنامج اللي قدمتي، اللي داير عليه لايف دابا في فيس. شكرا لكم خويا، نتوما اللي كتابعونا وكتشاركوا معنا. البرنامج كاين دابا ولا مازال؟ لا حنا دابا عاد بدينا، رحنا على المباشر. مرحبا بك خويا، منين كتابعنا؟ المهم نعرفك براسي بعدا، معك محمد من جديد جديده في الجمعاوي. تبارك الله عليك، تحياتي خويا محمد، ومرحبا بك ومرحبا بالناس الجديده. غير بغيت نعطي غير واحد النقطه لشوف تي في. اولا كنشكر على البادره اللي قامت بها، وكنتمنى من كل قلبي ان جميع الصحفيين يعودوا يهتموا بهذا المجال، لان فعلا بزاف ديال الناس اللي كيعانيو، ودورنا حنا كفاعلين جمعويين كنلقاو بزاف ديال الناس اللي كيعانيو بزاف، وما كنلقاوش يعني المحسنين اللي كيدعموا، يعني كنلقاو مشاكل كثيره. رغم ذلك كنحاول اننا نتجاوزو، يعني كنخدمو حنا بوحدنا في هذا المجال.
نعم، يعني احسنتوا ما تمشيو تشوفوا حالات اجتماعية كتشوفوها فعلا أنها محتاجة المساعدة، كتبغيو توصلوا يعني المعاناة ديالها. وي بطبيعة الحال كاينين حالات اللي تضروا من الجائحة ديال كورونا، قدمنا لهم يد المساعدة في طيلة الشهر هذا الفاضل ديال رمضان ديال رمضان، واخا تلقينا صعوبات يعني ما لقيناش يعني باقي الناس يعني تضروا بزاف، يعني كنا رمضان اللي فات يعني كانوا الناس كيدعمونا، كانوا المحسنين يعني كيعطوا واحد القدر المالي اللي هو كبير، دابا حاليا لقينا بزاف ديال الصعوبات ما حاولنا نتجاوزوا هاد رمضان، ولكن كنتمنى ان الصحافة الإلكترونية وكنتمنى من الناس اللي كيعملوا في هذا المجال يحاولوا انهم ما امكن انهم يدعمونا، لان الناس راه في امس الحاجه لينا خصوصا في هذه الفتره ديال الجائحه، يعني كيعانوا بزاف، وخصوصا كنتمنى ان الاخت ان تدعو على القطاع اللي عانى بزاف واكثر اكثر اللي هو القطاع ديال المقاهي اللي اضطروا المقاهي من هذه وكذلك الجائحه. الأعراس، القطاع أكبر قطاع متضرر صراحة، باش نكونوا واضحين. مازال نقولوا حتى القهاوي راه تضرروا، ولكن بعد مازال هما تنفسوا واحد شي شوية. أكبر قطاع تضرر هو الناس اللي خدامين في الأعراس، اللي عندهم علاقة بالأعراس والمناسبات نعم متفق معك أختي. نطلب الله سبحانه وتعالى الله يدير اللي فيها الخير، واكيد حنا من جهتنا يعني جميع المراسلين بقناة شوف تي في كنبذلوا مجهود باش نكونوا دائما اقرب للمواطن، ونكونوا صلة تواصل بين المواطن والمحسنين. والحمد لله راه كنتوفقوا في بزاف ديال الحالات، الحمد لله كنلقاو بجنبنا المحسنين، كنلقاو يعني كي كنسالوا المباشر كي الله تدخلوا. سبحانه وتعالى ديما بجنبنا. الحمد لله، وتنتوما الله يوفقكم اخي الحمد لكل لله. ما فيه خير. شوف ربي سبحانه وتعالى غير عرف النيه ديالكم، راه ربي غادي يوقف معاكم وتكونوا ان شاء الله سبب خير باش تفاجئوها على اي واحد متضرر. ربي يكبر بك. الله يوفقكم خويا. حاولنا انا مؤخرا كنت درت واحد الحمله ديال قفه رمضان، ما شاء الله. وحاولت انني نتواصل مع شوف تيفي، يعني عيطت بزاف ديال المرات يعني شوف تيفي بان بتجي تصور الحالات ديالنا، تصور باننا كنعطيهم قفه رمضانيه، يعني ما يعني ما استجبوش لينا، يعني تواصلنا مع بزاف ديال يدير هذه المبادرة. كنتمنى انكم تحاولوا انكم تدعموا الشباب اللي كيديروا الاعمال الخيرية، يعني هما اكيد بقى مش يعني هادين. من خلال هذوك التجربه، احنا شوف احنا كنديروا مع الفاعلين الجمعويين مع ناس الخير يعني هذوك القفف، ولكن ما كنصوروش الناس اللي كتستفد، متفق معك الناس واحد اللي تستفد ما كنصوروهاش. نقدروا نجيو وانت موجد هذيك القفاف، بغيتي تمرر واحد الميساج، بغيتي تنصح يعني بحال تشجع الناس يديروا بحالك، علاش لا يجيو عندك وي، اخي. هذه الميساج اللي بغيت نوصل لك انا، تواصلتي مع وهذه الاداره الميساج. ولا تواصلتي مع المراسل الجديده شخصيا ولا شنو؟ لا كنت تواصلت مع جديدة شخصيا، دار معايا وقيت الساعة من تما ما بقى كاع تواصل معنا، كنتمنى الأخت أنها تدخل لينا في هذا الإطار اللي كان ممكن. مرحبا، غير ربما شوف على حساب البروغرام. النمره غادي نعطيك نمرتي انا الخاصه، لان هذه نمره البرنامج، انا كنسالي البرنامج ما كنبقاش نشوف هذا التليفون، نعطيك النمره ديالي الخاصه، حاول تواصل معايا في ربي الواتساب باش يكبر. الا كنتي احتاجيتي انني نتواصل مع الاداره باش انهم يصيفطوا المراسل في الوقت يعني اللي خصك تنسقه. غير هو بعض المرات راه كاين حتى المواطنين كيكونوا غالطين، بعض المرات كيعيط لك انت في واحد العام تيقول لك بغيت كدابه، راه ما يمكنش. علاش؟ لانك تكون مثلا، نعطيك مثال، دابا انا كنكون مثلا في الفقي بن صالح وانت داير ديك المبادره في خريبكه، كتعيط لي كتقول لي اختي واحد ربع ساعه راه حنا باغيينك، باغيين ندير واحد المبادره. كي غادي ندير؟ غنطير انا، راني في الفقي بن صالح ودايره البروغرام على الفقي بن صالح، يعني خاصك تكون عالمني وننسق معاك وندير معاك الوقت. مرحبا، بحال هكا يعني، حتى انت تكون باغي دير هذيك المبادره اللي باغي تمرر فيها يعني ميساج، اللي باغي تشجع فيها ناس اخرين، علاش لا تكون عالمني وننسق انا معاك. كنفكر باذن الله، كنفكر ان شاء الله باذن الله، كنفكر انني غنقوم بواحد الشراكه مع
شوف تي في، يعني انا كنوجد واحد البرنامج يعني انا خدام عليه دابا حاليا. المهم تنتواصلوا في ان الواتساب شاء الله. وتعرفي مرحبا، كل شيء ان خذ شاء الله. الرقم ديالي 06. بلاتي 06 20 20 38 38 72 72 21. 21. مرحبا، هذا الرقم ديالي غير خسفت ليا في الواتساب ان شاء الله، وانا غندخل النمره ديالك ونتواصل معك. اوكي شكرا. وما تحياتي. تنسيش، الله يجازيك بخير، ما تنسيش القطع ديال المقاهي اللي تضرر بزاف من هذه الجائحة، يعني محتاجين الناس، ان الناس يدعموا مع هذا فعلا القطاع، قلتها اكثر يعني من مره كاينين اسر، الصراحه. كاين الناس انا كنعرفهم دابا حاليا اللي ساهمت معاهم في قفة رمضان، يعني كاين شي اسرة ما خصنيش نقولها، وي كاين اللي عنده 4 الوليدات، كاين اللي عندهم 5 الوليدات، ما عندهم لا تعويض لا حتى شي حاجة، يعني بالظبط، كنتمنى انك دير صح. هاد ان شاء الله. مرحبا المبادرة اخي، مررنا هذا الميساج نعاودوه دابا ان شاء الله باذن الله. شكرا لك، تحياتي إن شاء الله. تحياتي، تبارك الله عليك. اذا كما قال الاخ من الجديده الفاعل الجمعوي، اننا فعلا خصنا نفكروا في هذوك الناس اللي خدامين في المقاهي. راه قلناها اكثر من مره، هذيك المره اللي كتغسل الموان، نبداو من المرة اللي كتغسل الموان في القهوة، المرة اللي كدير الميناج، المرة الكارسون، يعني النادي، المقهى اللي كيعصر قهوة، اللي يعني كاع الناس اللي عندهم علاقة بالمقاهي. أكيد راكم شفتوهم سادين في هذا الظرف، في هذا الشهر الكريم. نتمنى أن إلا كان جارك كينتمي لهذا القطاع، فكر فيه وعرف بأن راه محتاج ليك. إذا كان خوك، فكر ليه راه محتاج ليك. إذا كان صديق ديالك، فكر فيه راه محتاج ليك، خصوصا لك كتعدو مسؤولية إما تجاه والديه أو خوتو أو وليداتو، أو يعني أكيد هاد الناس راهم محتاجين لينا. ما تخلوش عليهم، ما تبخلوش عليهم، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هاد الوباء يا رب. أميرتي أميرتي، كنعطيك تحية حيث كتوقفي مع النساء معنفات ديما قبيلة، ما دزتيش هذيك البنت، زيدي وقفي معها، ما تخليش عليها، خاص يدخلوا الجمعيات. أميرتي أميرتي، كنشكرك أختي على تتبعك معنا، هذا دليل على أنك ديما حاضرة معنا ومتبعة معنا. الشكر ليكم أنتم بالمساعدة ديالكم، أكيد نادية بوحدها ما غدير حتى شي حاجة، بالمساعدة ديالكم وبالمساندة ديالكم راح حنا دائما نوقفوا مع الناس اللي محتاجين لينا، ونوصلوا صوت المقهور والمظلوم. هذيك السيدة إلا لاحظتوا، اللي كنجدد اعتذاري لكل متتبعي قناة شوف تي في على هذاك المباشر اللي سمعتوا فيه كلام نابي، لا من هذيك السيدة ولا من ولدها ولا، ولكن غادي تعذروني، أظن غادي تعذروني. علاش؟ إلا شفتوا الأبعاد ديال هذاك المباشر، اللي تفرج في هذاك المباشر وحللو وشاف الأبعاد ديالو، غادي تعذروني واخا خليت المباشر وانتم كتسمعوا بعض الكلمات، يعني اللي ما طلقش تدوز على المباشر وما نطلقش المتتبعين ديالي يسمعوها. ولكن بفضل الله وبفضلكم وبفضل هذاك المباشر، ان شاء الله هذيك السيدة غادي تنتصر، لان هذيك الساعات دخلوا رجال الامن مشكورين بعد المباشر مباشرة، وخرجوا باش غادي يديو السيدة اللي هي عجوزتها. والله اعلم، واش خرجت من الدار، واش ما بغاتش تحل ليهم، ولكن الاجراءات راها غاديه، وغادي نوافيكم بكل جديد. ورجال الامن طمنوا السيده انها في القريب العاجل غادي تحضن وليداتها، لان حنايا راه ما عندناش قانون الغاب، حنا راه عندنا قانون، رحنا في دوله الحق والقانون. اذا كنشكركم، وكنشكرك اختي اميرتي اميرتي لتتبعك معنا، وكما قلت راني كنجدد الاعتذار ديالي لاي واحد سمع شي حاجه ما عجباتوش في هذاك المباشر، ولكن كما قلت راه هذاك اللايف عنده ابعاد كثيره، وراح احتاجاته السيده، هذاك اللايف احتاجاته السيده كدليل باش انها تقدمه للسيد وكيل الملك ولرجال الامن، لان كان فيه سب
وقذف وتهديد بالحجرة اللي هزات وتحريض هذاك الطفل اللي عنده 11 سنة، واعتراف بأن هذاك الابن ديالها اللي هرب من العدالة مدة سنتين، يعني أنها عارفة المكان ديالو، وزاد أنه خدا هذوك جوج ديال الأطفال. يعني كاين أبعاد في هذاك المباشر. صديق هذه النادية، خاصك توسعي نطاق عملك الى القرى الاقليميه والجماعات. جري شويه. الله يا ودي اخويا صديق، هي ما متبعش معانا. انا ديما تقريبا في الباديه في الجماعات. لا يا اخي، حاول تبع معانا، راه تلقاني اغلبيه كنخدم في القرى، كنخدم في الباديه. اليوم كمثال، راه ضربه الطريق وضربه البيست في النواحي ديال القفاف، جوج ديال الحالات مشينا حتى لعندهم باش نوصلوا الصوت ديالهم. اي مدينه مشينا ليها، اي مدينه مشينا ليها، مثلا تقولي في قيب صالح، ما كنبقاش في قيب صالح، راني في خارجه، راني في الباديه، مشينا لواد الزمر كتلقاني في السماعله، كتلقاني مشينا لبجعد كتلقاني خارجه. اي مدينه مشينا ليها الا واننا لابد ما كندوزو شي حالات في الباديه. خويا محمد رحلي، تحيه للسلطات والوقايه المدنيه. اكيد خويا محمد، كنوجه التحيه لكل السلطات بكل الوانها، كلهم واقفين، وكذلك دائما التحيه تعطى للشرفاء والنزهاء في كل قطاع القطاعات. ناخذ اتصال. الو، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخت ناديه. يا سيدي مرحبا بك. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. يا ربي امين علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي. امين. اختي ناديه، الاسم الكريم اخي، ومنين كتبعنا؟ انا الحبيب القلاعي من سوق كلاس. مني؟ الحبيب القلاعي من سوق كلاس. الحبيب القليعي من سوق الكلاس. سوق كلاس الغرب. مرحبا بك اخي. مرحبا. اقليم القنيطره. اقليم القنيطره، مرحبا بك خويا، ومرحبا بالناس ديال سوق الثلاث ونواحي القنيطره. تبارك الله فيك اختي. انا اختي انا مريض بالدياليز. الله اكبر، ربي يشافيك ويعافيك. امين اختي. عندي 22 سنه. او باقي صغير. وشادي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ابتلاء. الحمد لله على كل شيء. مرحبا خويا. شنو 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 المشكل اللي عندك؟ واش كتلقى صعوبة فاش؟ المشكلة عندنا، عندنا التنقل. اها. عندنا التنقل والحالة المادية ضعيفة شوية. اها. والدياليز، الدياليز خويا واش كديرو في 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 الخاص، يعني في مسحة خاصة؟ اها. لا، كنت كنديرو في الخاص. اها. درت شو لمدة، بدات في الكلينيك شهرين. وشهرين قضيت عليها، وشويه وليت في الامل في الرباط، جمعيه الامل. يعني كتمشي شحال تقريبا المسافه اللي كتمشي باش تمشي دير دياليز؟ لا دابا المسافه، دابا اللي وليت فيها، دابا نشرح لك. نعم. كنت شحال هذه في الامل، وعاد تحول دوزت في الامل 6 شهور اللي في الرباط. دابا وليت في السوق الاربع. نعم. داكشي ديال الدولة. نعم، ديال الدولة. شحال المسافة باش اللي كتضرب ما بين داركم وهاد المستشفى اللي كدير فيه دياليز؟ كنركب بالطونسبور، مسافة بعيدة شوية، شي بزاف. كنركب في الطاكسي، ما عرفتش شحال باش كتركب. شحال باش كتركب؟ كنركب ب 20 درهم. كتمشي ب 20 درهم وتجي ب 20 درهم. نعم. وكتلقى بعدا المركوب ولا ما كتلقاش؟ يعني ما كاينش تما شي امبيلونس اللي موفرين لكم بعدا باش تسهل عليكم؟ لا والو، لا والو. عندنا لومبيلونس ديال الجماعه، ولكن كدير غير الناس ديال سانيسيس كديهم. غير الناس ديال اش؟ ديال لاسينيسيس. الناس ديال لاسينيسيس. انت عندك الراميد؟ ايه عندي الراميد. نعم. يعني وشحال من مره في السيمانه كتمشي؟ عندي يومين، عندي الاثنين والخميس. يعني غير الترونسبور عندك فيه، عندك فيه 80 درهم. هذا غير الترونسبور، خصك دائما 80 درهم في السيمانه. هذا وعند عندنا الادويه غاليه بزاف. لا اله الا الله. دابا
جيبي لي ستيلو، هاد ستيلو ما تيكتبش. مرحبا خويا، غير ستيلو بغيت نسجل لمرتك ستيلو، شفتو ما بغاش يكتب ليا. مرحبا خويا محمد. نعم دابا انت على المباشر ومعاك متتبعي قناة شوف تي في ومعاك المحسنين، وجه الرسالة ديالك لخوتك اللي كيتابعونا. كنتمنى من خوتي اللي يقدر يعاونني غير بشي حاجة باش من قسط من الله، حيت الحالة حنا حيتنا غير عروبية، ما عندناش شي بديل. هي الوالدة مسكينة دابا هي اللي كتخدم عليا. لا إله إلا الله. الوالد؟ الوالد دابا والو تيعرف دابا هنايا العروبية هاد العام القديم أزمة، ما كاينش الخدمة بزاف. واخا خويا محمد، مرحبا خويا، غادي نعطي رقم الهاتف ديالك، حافظه. حافظه. قول اخويا على المباشر. 06 82 03 93 03. نتمنى ان شاء الله يا ربي الله يسهل عليك، وفعلا اللي يعاونك في شي حاجه ربي سبحانه وتعالى يشافيه. اللي بغيتوا نعم، اللي بغيتوا توصل علي، اللي بغيتوا توصل لي توصل معايا نهضر معاه مباشره ونفديها ليه. اللي بغى شي حاجه نصيفط له باش يتاكد. نعم نعم باش يتاكد. نعم حيت كاين الناس اللي ما كيتاكدوش. من حقهم اي واحد طلب لك بغى يتاكد يشوف الوثائق ديالك ولا يشوف الادويه ديالك ولا يشوف كاع المباشر كدير الدياليز ولا ما فيها باس. اللي بغى يجي لعندي ويشوف الظروف ديالي ومرحبا به. نعم ذكرنا بالبلاصه خويا اللي قلتي لي انتوما فين. انا في سوق ثلاث، سوق ثلاث الغرب اقليم قنيطره. ثلاث الغرب. نعم مرحبا خويا. واخا نتمنى ان شاء الله يكون خير وتلقى الناس اللي توقف بجنبك يا رب. تحياتي اخي والله يشافيك ويعافيك. امين امين. في العمر ديالك 22 ياك؟ 22 سنه. ان شاء الله ربي يشافيك ويعافيك اخي. تحياتي. امين اختي. تحياتي تحياتي خويا. امين شكرا اختي. العفو العفو. الله يرحم والديك. والدينا والديك. إذا مشاهدي قناة شوف تي في كان معنا محمد من سوق التلات الغرب يعني إقليم القنيطرة اللي في العمر ديالو 22 سنة مسكين تيدير الدياليس. شنو طلب من خوتو المحسنين أنهم يتعاونوا معاه باللي قسم الله، لأن الحالة ضعيفة بزاف. محتاج ليكم هاد الشاب هذا، ناشدكم ناشد القلوب الرحيمه. قال لكم راني محتاج كنمشي جوج مرات في السيمانه كندير الدياليز. مرحبا خوتي، هضروني اللي كيصوني وغير نسالي الرساله ديالي باش ما تشتتش الفكره وانا معاكم. يعني كيمشي جوج مرات في السيمانه في الاسبوع، كيخصو غير المركوب يمشي ب 20 درهم ويرجع ب 20 درهم، يعني خاصه 80 درهم في السيمانه بلا الادويه. يناشدكم ورقم الهاتف ديالو 06 82 03 93 03. أعيد الرقم 06 82 03 93 03. يعني قال لكم أكيد إلا بغيتو تأكدوا راه بطريقتكم نتوما عبر الاتصال، غادي يوري لكم الأدوية ديالو، يوري لكم الدليل بأنه هو فعلا مريض، ولا يدير لكم لايف أبيل فيديو وهو تيدير الدياليز. وانت يا أخي أو أختي اللي قسم الله عاون خوك المسلم هاد الشاب هذا، ناخذوا اتصال. ألو السلام عليكم. الحمد لله اختي بارك الله فيك. انا عليك بخير. الله يبارك فيك اختي بارك الله فيك. الله يحفظك ينسيك. انا هي ديك المره اللي من طنجه. السلميه. نعم السلميه ياك. اه مرحبا بالسلميه اختي، مرحبا بك اختي. الله يبارك. الله يبارك فيك اختي. كاين شي جديد السلميه؟ الحمد لله. كي دايره انت وكي داير وليداتك؟ لا بس الحمد لله الله يحفظك. كاين شي جديد؟ لا والو اختي والو والو. مازال ربي مازال ربي مازال ما مكتبلكش على هذا الحساب وصافي، نهار يكتب راه غيكتب. هاكا شنو اختك عايشة تبقاو يتسلهاو بيا، سمعت الناس؟ اها كيتسلهاو بيا، واش انت غليظة واش انت رقيقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معاك اللي بغيتي نعطينا ايه، وفري معنا وغدري معنا زوين، نديرو معاك اللي بغيتي. الله يهدي هاد الناس، راه كنقول ليهم امين اختي، تنقول ليهم اش كديروا عندي في المباشر؟ هاد الناس هادو راه ماشي بلاصتهم هنايا. تقول لهم دابا راه يكونوا كيسمعوني اختي ناديه. سبعه سبعه سبعه. لا اله الا الله.
يعني تنهو بيا، يعني ديري معانا اللي بغيتي، سلسلة وراك هضري معانا ونعطيوك اللي بغيتي. لا لا، هذاك عندهم دواء، والدواء درتي لهم الدواء ديالهم هو البلوك، هذاك هو دواهم. حنا دائما كنهضروا مع ناس الخير، كنهضروا مع القلوب الرحيمه. كاين الناس الله يعمرها تلعب، كاين الناس واحد الفئات سوقوا لك الله يهديهم، هذوك عندهم الدواء ديالهم البلوك، كنحيدوهم ما كنبقاوش نتسوقوا لهم، ما كنعمروش بهم دماغنا، وكنحاولوا نستافدوا من الناس الخير. اذا غادي نعاود واحد النداء ديال اختنا السلميه. السلميه خوتي دارت معنا نداء هنايا في البرنامج، هي من مدينه طنجه، واحد السيده اللي عندها وليدات، واحد السيده اللي محتاجه المساعده ديالكم. مجموع ليها شهرين ديال الكرا، ياك السلميه شوفوا واش راني عاقله، شهرين ديال الكرا، كل شهر بشحال؟ 1000 درهم، كل شهر ب 1000 درهم. وعندها وليد عنده 7 سنين، عنده واحد الولسيسه، ياك اخت، واحد الولسيسه. ورا تاكد اختي ناديه صيفط له التصاور، يفتح اب الفيديو يشوف الحاله ديالو، صيفط له الوراق ديال الطبيب. نعم عارفه اختي، لان ديجا دوزتي معنا، لمسنا فيك الصدق، وكنتمناو حتى هذا النداء انه يوصل للقلوب الرحيمه. لان فاش دارت النداء خداو النمره هذوك الناس اللي تيبغيو يستغلوا الضعف ديال واحد الانسان، تيقول له راني محتاج مساعده، وتيمشي يقول ليه لا بغيتي ديك المساعده صيفط ليا الفيديو، دير ليا صور، دير معايا هادي، دير معايا هادي. هاد الناس كنقولوا لكم الله يهديكم. واش حتى في هذا الشهر الكريم ما وقرتوش؟ حتى في هذا الشهر الكريم كريم ما تبتوش لله سبحانه وتعالى؟ حتى في هذا الشهر الكريم ما 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 ماشيين لهذا الفحشاء وهذا المنكر هذا؟ الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. راه يكونوا كيسمعوا اختي نادي، راه يكونوا كيسمعوا هما السبعين بلا ما نسمعوا اختي. الا كيسمعوا انا غادي نقول لهم خرجوا حتى من البرنامج، راه ماشي بلاصتكم هذه. لان في البرنامج انا تنقول خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه، اذا هذا النوع هذا ما هو من خوتي، ما هو من خواتاتي، ما هو من عائلتي. اذا الا كانوا في الاستماع لا داعي انكم تبقاو معنا حتى في البرنامج. شوفوا البرنامج العنوان ديالو دير الخير تلقاه، يعني انا كيتسناو بيقفي مبلع، ولا سال شي واحد ما يسمحش ليا في العواشر اللي يصبحني الصباح الوليدات. الله يمجيك الله يمجيك. كيقول لي ديري معنا اللي بغيتو، نصيفط لك فلوس، نصيفط لك 5000 درهم، نصيفط لك 4000 درهم، نصيفط نعم. لك نعم كاين كاين هذا النوع، ما غاديش تكذبي، ما غاديش تكذبي، لان بزاف ديال الناس شفت هاد لي زابيل، سمعتهم، شفت اش كيطلبوا، شفت الصور اللي كيصيفطوا. ولكن كنقول لهم الله يهديكم الله يهديهم. والنداء مره اخرى للقلوب الرحيمه، رقم الهاتف ديالك السلميه قوليه. اختي 07 72 20. الو عاودي كملي كملي اختي. 90 90. عاوديها السلمية. 07 72 20 90 90. نعم اختي نادية، الله يدير لك اللي فيها الخير، والله يسخر لك ان شاء الله العبادة ديالك. الوالدين وتالي جا بغى يتعاوني، الله يجزيه بخير، والله يرحمني والوالدين. وانا من هذا المنبر كيسمعوني كل شيء، ما يبقاوش يتلهاو بيا. اللي بغى يعاوني الله يرحم ليه الوالدين، ما بغاش يعاوني الله يرحم ليه الوالدين، وقول عليه كلمه زوينه. نعم داكشي اللي كان اختي، تبارك الله عليك السلام، الله يسهل ويخلي لك وليدات. امين حنا وياك المسلمين فيها الخير اللي اتينا بيا. امين يعاونوني الله يحفظهم، كل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ماشي معايا انا. داكشي اللي كاين اختي، يلاه تهلاي ليا في راسك، والله يسهل عليك ويشافي لك الوليدين ان شاء الله. الله يحفظك اختي نادية، الله يحفظك، الله يسهل عليك، الله يحفظك اختي نادية. امين علينا ولك اختي، بارك الله فيك، سلام. مشكل والله، لا ما حلتنا لهذوك النصابه اللي كياخذوا. ما فهمتش انا والله ما فهمت، واش هادو بشر بحالنا بحالهم؟ واش مسلمين؟ واش كيعتبروا روسهم مسلمين؟ غادي نقول ليهم عاودوا توضاو ودخلوا في الاسلام مره اخرى، عاودوا قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، واستغفروا باش نعرفوكم واش مسلمين، لان عيب وعار. الا كنتي مسلم وكتسمع واحد الحاله كتجي كتبكي عليك وكتقول لك الله يرحم لك الوالدين، عاوني نخلص لك راه باش ما نتشردش انا وليداتي، الله يرحم لك الوالدين، ولدي مريض باغي يدير عمليه، الله يرحم لك الوالدين باغيه ما ناكل وما نشرب، وكتسمع هادشي
لان الا كنتي مسلم غير تسمع هذا الشيء غادي تحس بشي حاجه في قلبك، وخصك تقول يلا الا عندي 100 درهم راه نمشي نصيفط هاد ال 50 درهم ونخلي 50 درهم لولادي. تبغي تقسم مع هذاك الشيء اللي عندك ولا تعطي هذاك الشيء اللي عندك وتبقى انت على الله؟ هذا هو المسلم المؤمن. ولكن انت ملي غادي تسمع بحال هاد الشيء ويمشي تفكيرك وتوجهك لجهة أخرى وتمشي كتجري تاخذ رقم الهاتف اللي عطتنا مسكينة باش غادي تقدم لها المساعدة وتاخده وتتصل بها وتولي تطلب منها العلاقة الغير شرعية وتطلب منها الحرم وتطلب منها فيديو وتطلب منها تدير معك علاقة عبر الهاتف وتطلب منها تصيفط لك الصورة ديالها وتطلب منها واش انتي غليظة واش رقيقة واش بيضة واش فنة واش عيب. يعني كتقول لها ديري هادشي عاد نساعدك. واش انت مسلم؟ انا غادي نقول لك الله يهديك، غادي نقول لك الله يهديك في هذا الشهر الكريم، غادي نقول لك الله يهديك ويا ربي تكون ساعد استجابه باش ربي يهديكم باش تنقصوا علينا شويه، باش تنقص علينا هذا النوع. راني دائنا للقلوب الرحيمه، راني دائنا لخوتنا المحسنين، راني دائنا لخوتنا المسلمين. تقوا الله، رجعوا أنفسكم، رجعوا تصرفاتكم، جلسوا مع أنفسكم وقولوا أش كنديروا. أما حسن واش نهز لابيل لما عندكش الفلوس؟ هز ذاك رقم الهاتف وعيط وقول أختي ولا أخويا هذاك اللي دار نداء ولا هذيك اللي دارت نداء، سير أختي الله يفاجئها عليك. وتصور معايا هالدعاء هذا اش كيدير، ربما تصادف مع ساعة استجابة وتكون سبب باش ربي يفاجئها عليها ولا عليه. وهذيك السيده غير داك الدعاء يتلج الصدر. ايوا محسن، وسمحوا لي على هاد الكلمه، الفم اللي يقول الزمر يقول التمر، قول التمر بعدا تدي الاجر، قول كلمه زوينه تدي الاجر. سمحوا لي يا خوتي، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهديكم، الله يهديكم. وسمحوا لي والله الا بعض المرات راه كيخرجونا على. اذا كنجدد الترحاب بكل متتبعي قناه شوف تي في، تنقول لكم مرحبا بكم في برنامجكم اللي فيه الخير، برنامج اللي بغينا نديرو يد في يد باش نديرو الخير، برنامج سميناه دير الخير تلقاه. اذا راه ماشي بلاصه الناس اللي بغاو يتفلاو، هادي كاين المواقع ديال هذاك الشيء اللي بغيتي انت راه موجودين. سير اليوم، خلينا حنا عليك في التقار، احترم ليا خوتي، احترم ليا المتتبعين ديالي، احترم ليا الناس ديال الخير. ناخذوا اتصال. الو السلام عليكم. نعم اخويا الله يجازيك بخير، غادي تحيد المباشر وتسمعنا غير من التليفون باش نسمعوك مزيان. وي السلام عليكم. سي نادين لاباس؟ اهلا وسهلا، مرحبا بك خويا. انا اختي من بنين. منين؟ ابراهيم من قليميم، من مدينة قليميم من الصحراء. اهلا وسهلا خويا ابراهيم من قليميم، اهلا وسهلا. مرحبا بك، تحية لك وتحية لناس قليميم. الله يعطيك الخير اختي، بارك الله فيك، الله يكبر لك. اختي نادين لاباس الحمد لله. اختي اللي بغات شي حاجة لديك المرأة اللي على منبشر دابا، كيفاش غنديرو؟ السلمية اللي من طنجة. السلمية هي. الله اكبر، الله يكثر خيرك خويا. انا غادي نعطيك رقم الهاتف ديالها. عندك شي ستيلو ولا شي حاجه باش تسجل النمره نعطيها لك؟ واخا خليني نسير معايا. الله يثبت لك الاجر والله يفرحك اخويا. امين اختي. اختي هذا الله يبارك. شتي هذيك السيده راه غير ما فتحناش نعاود نذكروا هذيك السيده. كلات من البركاسه. اختي دوك الناس اللي كتعاود عليهم. نعم. هذوك ما كنعتبروهمش بنادم، ما كنعتبروهمش مغاربه بعض الاصناف. اكيد. نعم. هذوك ما كيتعتبرش مغاربه، هذوك بعدا مغاربه راه كرماء ومحسنين. الله يكبر فيك. فعلا. هذوك راه ماشي بشر، هذوك بعدا ما كنحسنوش انا بنادم كاع. شتي هذيك السيده خويا السلميه من طنجه؟ والله العظيم الا كنشوف انا كنشوف فيها الا باش نقول لك لا اله الا الله. هذيك السيده خويا العام اللي فات اقسمت بالله الى انها مشات للبركاسه وهزات من البركاسه الماكله وجابتها لوليداتها. اختي هاد السيفه اختي الله شانك راه كاين الظروف عند اللي ما عندو اللي ما عرفنا يشوف راسو. فعلا، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه. دابا انت ملي كتشفى وكتفلى من عقيبه
بات واحد المرأة مسكينة عندها عائلة عندها أولاد عندها واد كذا دوك النوع اللي كتصرف داك التصرفات ما كيتحسبوش بعدا إنسان كاع ما كيتحسبوش بنادم كاع أصلا فعلا الحمد لله ولكن كاينين إبراهيم خويا كاينين الناس الخير بحالك أنت يا غادي ينسيوها في هذوك الناس كاملين كرماء وكاين الناس اللي مربين وكاين الناس المحترمين وكاين الناس ما غاديش يقدوا كل شيء بصح يا أختي نادية فيك وديما خذ رقم الهاتف ديال السلمية 07 07 72 خفيه لا تنوجع شوية عليك مديش واحد نوجع بشوية عليك باش تسجلها مزيان ها 07 72 20 20 90 90 90 90 خويا عاودها لي خويا ابراهيم نشوف واش شديتيها مزيان 072 20 90 90 الله يكثر خيرك والله يفرحك راه ماشي غير هي اللي غادي تفرح راه فرحتي كاع المتتبعين الله يكثر خيرك اختي بارك الله فيك راه حنا مسلمين اختي نادية راه حنا نقول لك تاعنا والله الا عندنا ظروف حنا نيت ولكن كنحسوا بالاخر إلا عاودتي كان الظروف ديالي وسميتو ديالي غتقول برافو للصغير هذا الشيء ولكن اللهم لك الحمد لله قدمنا قدامنا هي ديالنا الحمد لله عطاك ربي قلب كبير وعطاك قلب اللي كتحس بخوك المسلم الله يكون عافية عاودتي قلت أنا القصة ديالي راه غادي تعجب حق الله تتعجبي ولكن الحمد لله عطاني ربي الصبر الله يفاجيها عليك وهاد الصدقة هذه إن شاء الله الله يجعلها لك إن شاء الله بركة الله يسهل عليك اخويا الله يبارك لك في الرزق ديالك وفي صحيحتك شكرا شكرا لك بزاف شكرا شكرا الله يجزيك بخير وانت من اهل الجزائر الله يسلمك امين حنا وياكم المسلمين اجمعين بلا بكم ما نديروا حتى حاجه انتم اللي كتزرعوا فينا هذا الروح هذه وحق الله انتم كتعطيونا الطاقه الايجابيه اللي يخطيكم علينا الله يرحم لك الوالدين اخويا ابراهيم شكرا لك بزاف امين امين حنا وياكم شكرا اخويا ابراهيم شكرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله فاجت الثاني انا كنطلع بحال دايره بحال داك سميتو انا طلعت صافي طلعوا لي الدم هذوك الناس اللي اتصلوا بها انا فرحت الثاني هذا السيد هذا فاجها علينا الله يفاجها عليه يعني شوفوا كيفاش حس وراد الناس مع من كنهضر وهذوك الناس اللي كتتصلوا ليا بالحالات ديالو الناس ديالنا اللي كيتواصلوا معنا وتمشيو تغيروهم وتبغيو تستغلوهم راه ماشي ليكم بحال هاد الناس مع من كنهضر حس بها واتصل بها وعنده ظروف حتى هو ولكن اللي قسم الله غادي يعطيه وغادي يعاونها الله يفرحك والله يكثر من مثالك الحمد لله يعني رقم الهاتف ديال اختنا السلمية غادي نعاود الحالات اللي دازوا معنا السلمية من طنجة 07 72 20 90 90 هذه الاخت ديالنا السلمية من طنجة محتاجة مساعدتكم محتاجة المساندة ديالكم الأخ محمد من سوق الثلاث الغرب عنده 22 سنة وتيدير الدياليز محتاج لكم محتاج غير واخا تعاونوه واخا غير في فلوس المركوب كيخصو 80 درهم كل أسبوع كيدير الدياليز جوج مرات في السيمانة الحالة ضعيفة الله يكون في العون قالك الوالدة دابا هي اللي خدامة عليهم ساكنين غير في البادية والبادية قالك هاد العام ما كاين حتى شي حاجة الاسم ديالو محمد رقم الهاتف ديالو 06 82 03 93 03 الله يحفظكم من كل اذى ومن كل شر اميرتي اميرتي ما يطلعش ليك الدم بنادم حجر وطوب وي اختي اميرتي الله يحفظك راه داكشي اللي كنقولو غير هو داك النوع الخايب كنقولو ودي اش بغيتي عندي ليش دخل عندي اللايف ليش كتهز لي النماري ديال الناس اللي محتاجه المساعده شوف العنوان اش مكتوب فيه دير الخير تلقاه الا انت ماشي من الناس الخير ليش دخل عندي الا كنتي من الناس اللي باغي تزيد غير المرض لعباد الله بركه اللي فيهم يكفيهم شوف الكلمه اللي تنقول خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه اش بغيتي عندي انت ماشي من عائلتي انت ماشي من خوتي انت ماشي من خواتاتي
مادام اخلاقك بحال هكا. سير غادي نقول لك الله يهديك، نهار تهدى وتكون واحد الانسان اللي فيك الخير، اللي حتى الا ما لقيتي ما تصدق، غير دخل معانا وتبقى تبارطاجي ل ل ل ل غير 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 هذا البارطاج اللي كنشوف خوتي بحال رشيده من زاوي، بحال بزاف ديال المتتبعين كيهزوا رقم الهاتف ويبارطاجيوه، خير وبركه، غير تعاون معانا، غير قول هز كفوفك لله سبحانه وتعالى وقول يا ربي فاجئها علينا وعلى جميع المسلمين، ادي الاجر. اذا الله يخطيكم علينا مشاهدي قناه شوف تيفي. اذا كنجدد الترحاب بكم وكنقول لكم مرحبا بكم خوتي، مرحبا بناس الخير، ديروا الخير تلقاوه، دير الخير ونساه. واحد النهار كتكون انت في شي موقف ولا الا سبحان الله كتوقع بزاف، كتكون انت في شي موقف كتقول صعيب باش نخرج منه، سبحان الله كما تيقولوا كتخرج منه زي الشعره من العجين. علاش خرجتي منه بحال هكاك؟ وعلاش ربي وقف معك؟ حيت درتي واحد الخير ونسيتيه، درتي الخير ولا وقفتي مع شي حد في وقت الشده، ولا مسحتي الدمعه ديال شي واحد مقهور وربي فاجاها عليك. تفكروا هذه المسألة عادي بزاف، تفكروا بأن راه ملي كنديروا الخير راه كديروا لراسك انت باش يرجع عليك، وملي كدير الشر كيرجع عليك. هو أما حسن راه كلشي كيرجع عليك، درتي الخير كيرجع عليك وعلى وليداتك وعلى أسرتك، درتي الشر كيرجع عليك وعلى وليداتك وعلى اسرتك. والله ما ندير الخير باش نلقاه، اذا شكرا لكم متتبعي قناه شوف تيفي، كنحييكم تنقول لكم خليونا يد وحده ونحاربوا المفسدين وما نتسوقوش ليهم ونتعاونوا مع بعضياتنا، وكنقول لكم الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ما بقى لي الا نقول لكم تصبحوا على خير، دمتم في رعايه الله، نتلاقاو غدا ان شاء الله، بسلام عليكم.